ثم اللاعب السعودي اللي يتكلم هالكلام هو اللي تقريبا عنده بعض عدم الانضباط الفكري. حسب الموضوع تمرين، ينام زين، ياكل زين، يتمرن زين، يبي يطلع نجم، لكن يهمل بعض الامور. يجي يتمرن، والله لو يتمرن 100 تمرين، اذا تسهر ما راح تستفيد، ولا راح يكون له مردود على جسمك، ولا مردود بالملعب، ولا تركيزك الذهني ولا البدني. فالموضوع ترى موضوع هذا شائك. انا اتضايق اذا تكلمت. اي، لان اللاعب ابو عبد المحسن اليوم 24 ساعة يتمرن ساعتين و22 ساعة كلها مضروبة. اي هذا مصيبة. ويعتقد انه المفروض انه النتائج تكون ممتازة. تدري ايش عندنا مشكلة؟ اللاعب السعودي موهوب جدا. بضرب لك مثل، سلمان الفرج موهوبته ما تقارن بعبد العزيز الدوسري بالهلال، ولا تقارن بنواف العابد. هو افضل منهم. لما يصير الفكر صافي اللاعب يعطيك. لما يصير اللاعب موهوب وهو ما عنده فكر احترافي ولا يحافظ على نفسه، يعني قصدي بالنوم وبالحضور الذهني، هي ما تخسر اللاعب.